يعني صراحة قبل أن أذهب إلى قضية رئاسة الجمهورية يجب أن أعرج على كلام سيد سمير. من أعطاه التخويل ومن أعطاه الفكرة وبدأ ينظر بين الاتحاد الوطني الكردستاني هو قريب من طهران أو قريب من إيران أو نعم تابع إلى إيران. نحن لدينا علاقة وطيدة وتاريخية مع لا الجمهورية هذا الإسلامية التحالف، ونعتز بهذه اسمح لي العلاقة. اسمح لي اسمح لي اسمح لي، هذا تحالف، هذا لا لا، ما تحالف اسمح لك ما اسمح استراتيجي، لك ما اسمح لك تحالف ما اسمح لك استراتيجي ما اسمح من لك سنة سمعت كلامك مرتين، ما اسمح لك 1975. ما اسمح لك عزيز، لا استمع لا استمع أنا ما استمع اسمح لك، ما اسمح لا لك تقفز استمع على التاريخ، ما لا اسمح لك تقفز على يا التاريخ، اخي، وقتي ما لا اسمح تقفز على لك، التاريخ. وقتي ما اسمح لك، 1975 وقتي ما اسمح لك، تأسس فيه. التزم بآداب الحوار، صار استاذ نص ساعة سمير اسمع كلامك، اسمح لي، صار نص استاذ ساعة اسمع سمير كلامك، انا بديت مؤدب تتغضب وغصبا تتغضب بكيفك، مؤدب وغصبا تتغضب بكيفك استاذ سمير، تتغضب تتغضب يا استاذ معلم، سمير سوالفك هاي مال الشارع مو مال التلفزيون، ماخذين هذا الكلام مالتك مو مال الحوار، ماخذين دولة ونص، ماخذين دولة ونص انتم، استاذ سمير، استاذ سمير اسكت، نستاهل، انت تسكت، اسكت، انت تسكت استاذ سمير، استاذ سمير، اسكت، استاذ سمير، والله العظيم استاذ سمير، نحن نتكلم بعدين طالع احكي، استاذ سمير، استاذ سمير، استاذ سمير، انا مؤدب وغصبا على استاذ سمير، تتكلم بادب استاذ سمير، ارجوك تتكلم بادب، انطي فرصتك، انت جاهل في التاريخ، اعطيني التضحيات، انت جاهل في التاريخ، سيد سمير تجاهل في التاريخ، انتظرنا الى ان يكون هناك الدستور للعراق ونلتزم بهذا استاذ الدستور، سمير ارجوك، جاي تنظر انت وتقول هذا أرجوك. ايراني وهذا كذا وهذا كذا، من يسمع كلامك؟ انت اسسوا لك في 75 في دمشق استاذ، يعني انتم اسكت اسكت استاذ، استاذ محمود اذا سالتك بسؤال اخر، وحق يعني اللي خلاك، وحق استاذ سمير، اللي خلاك، اللي خلاك تعالي صوتك على الأكثرية الشيعية، استاذ هؤلاء سمير الشيعة بلا لغة هم الذين خلونا بهذا أرجوك. الموقف، من أنت؟ من أنت؟ استاذ من سمير، من أنت؟ استاذ سمير، 26 مليون نحن شيعي، نحن من قمنا بثورة، 26 مليون نحن من قمنا شيعي بثورة ضد النظام استاذ الاستبدادي، استاذ سمير أرجوكم بلا لغة، وخلصنا بلا لغة، ونحن أهل التضحيات، استاذ سمير كنت في فنادق استاذ سمير العزيز، ونحن بلا كنا في طائفية شباب، استاذ سمير رجان بلا طائفية ومكوناتية، استاذ محمود انا اسألك، يعني لماذا لا لا ارجوك ارجوك استاذ سمير، لا لا ارجوك، انا ما اقبل الاساءة لكل ضيف، استاذ محمود يعني ما الذي يستفزك انه الاخوة في الاتحاد لديهم علاقات مع ايران؟ لحظة ما هو لحظة استاذ نجم، ما هو الخلل؟ لحظة استاذ نجم، لا لا لحظة ارجوك لحظة استاذ سمير، لحظة من اساء؟ سمير. من اساء؟ لا لا من استاذ أساء؟ سمير، لحظة لحظة من اساء؟ لا لا الكلمة الأخيرة، من اساء؟ لا من الكلمة الأخيرة، الغلط أن تخطأ، أن تغلط على الكرد أنا ما أقبلها، ذولا شعبنا وأهلنا وأخوتنا، أخي تختلفون بالسياسة، الشعب أرجوك الكردي على راسي، لا لا الشعب الكردي على راسي، أرجوك سيد سمير، الشعب هذا الكردي ضيفي، على راسي، هذا ضيفي سيد كمير سمير، والأكراد شركاء حقيقيون، الشعب الكردي على راسك، إذا تكلمت على الكردي بيشوف، أرجوك الكرد شعب عراقي ومكون عراقي، يجب أن نحترم بعضنا، نختلف لا بس، لكن لا طبعا لا 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 طبعا، من لا قال؟ لا من لا قال نتنابس، لا لا أرجوك الخطأ، من قال أنا من ما أقبل استاذ سمير، الشعب الكرد، الشعب الكردي على راسي، متنفس، ارجوك استاذ سمير، انا عارف مع الكركراس، ايش عندك هيك قاضي الحميه ومتنفس، ايش عندك سمير. يعني ايش عندك؟ ارجوك شمخ ايش ضامه بقلبك استاذ محمود، بقلبك استاذ محمود سيد الكريم اكمل حديثك، وارجوك استاذ سمير ان تستمع له للنهايه، كمل حديثك استاذ سمير، نعم استاذ محمود، اولا استاذ محمود كلو كمل استاذ محمود، استاذ نجم نحن ملتزمين نعم نحن ملتزمين باداب الحوار، واستمعت إلى ما كلم كلامه، ويجب نحن نتكلم بموضوعية، نعم. وأن نبتعد عن الشعبوية ونبتعد عن الأمور الجانبية بما يتكلم بما يتعلق بالموضوع السياسي في العراق. نحن كاتحاد وطني كردستاني لدينا لم نستفز بالعلاقة مع الجمهورية الإسلامية، لدينا علاقة وطيدة وتاريخية مع الجمهورية الإسلامية، مع دولة الكويت، مع المملكة السعودية، مع الدولة الهاشمية الأردنية، نعم. مع تركيا، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع بريطانيا، مع فرنسا، نحن لدينا علاقات تاريخية، نحن كنا قادة لثورة لمدة 50 عقود 50 عام ككرد، لدينا أفضل العلاقات مع تلك الدول، ونقف على مسافة واحدة بما يتعلق بالخروج من مجلس النواب العراقي، لا يتعلق بالإطار التنسيقي، لو كان التيار الصدري خارج المجلس والإطار داخل المجلس لكان لنا نفس الرأي. لا ننسى موقف سيد محسن الحكيم بما فعله تجاه الكرد، هناك أمور، هذا عزيز العراق،
وهذا سيد محمد باقر الحكيم، وهذا سيد الصدر أيضا ووالده. هذه الأمور تاريخية بالنسبة للقيادة الكردية. لذلك الراحل جلال الطلباني عندما يتبنى منهجية نلتزم بهذه المنهجية، نعم، ولو كانت هناك خسارة في المناصب وفي أي شيء. طيب، نبقى ثابتين وثوابتنا تبقى شعار لنا. رئاسة الجمهورية للكرد كعرف سياسي كما هو رئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة مجلس. من مرشحكم الآن سيد محمود؟ نحن نعتبر عفوا حتى بقى عندي دقائق قليلة، بقت عندي دقيقتين أرجوك أتكلم. أي نعم، لا انطيت مساحة هواية تكلموا الأخوة مرتين. مو العركة هاي العركة سلال، وقت البرنامج إلك الباقي. لا أكمل. مرتين رجعت الأخ سمير أكمل. لا إلك الوقت العزيز. كمل ما تشاء. رئيس الجمهورية كمل. نعم أستاذ نجم. قضية رئاسة الجمهورية، رئاسة الجمهورية هي منحصة المكون الكردي، تمام، وإقليم كردستان سوف يحسم هذا الأمر. نعم المرشح يقدم من الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن نحن نعتبر رئاسة الجمهورية يمثل كل العراق ويقدم من قبل الكرد كمرشح القوى السياسية الكردستانية وبالتحديد الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ونعمل على أن نثبت ورقة العمل الكردستانية في البرنامج الحكومي، ونعمل إلى آخر لحظة أن نقرب وجهات النظر بين الإطار والتيار كما كان لنا دور كبير في تقريب وجهات النظر بين عزم وتقدم، تمام. هذه العملية ستستمر، والعملية السياسية لا تنتهي بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه ومرشح إقليم كردستان، احتراماً لقيادات الصف الأول واحترام الوفد التفاوضي المشترك واحتراما، نعم، لقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني. لا أريد أن أعلن الاسم قبل أن يعلنوه هم بصورة رسمية.